السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أسعد الله مساكم بالخير جميعا. حاليا أنا متواجدة في قرية الحلا إلى وجهة مجهولة، ترقبوا بعد شوية وين بنسير وإن شاء الله تكون طلعة عاد وصلنا عند أم سالم، عندها مفاجأة جميلة تبي تراوينا بلادها. بتراوينا شو أم سالم؟ نيبال العزبة. أباش تخبر المتابعين احنا وين بالضبط؟ احنا في منطقة الحلا في سمة، هاي وادي سمة. يسموها وادي سمة؟ ليش يسموها وادي سمة؟ والله ما اعرفهم ليش. يمكن مفروض مثل ما سمعتوا نحن متواجدين في وادي السمة في منطقة الحلا. طبعا كان خاطر ام سالم انها تشوفني وحققنا لها حلمها ويينا زيارة. ام سالم انت شو تبي تعرفينا؟ شو تبي تراوينا في هالمكان؟ شوف المناطق، شوف اللي أباش لا 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 تذكري لي كل شيء، تخلي المتابعين يتعرفوا على كل شيء بالاسم. عاد ام سالم الحين راح تاخذنا جوله في عزبتها، ما شاء الله عندها تبارك الرحمن من الخير وايد، الله يبارك ويرزقكم اكثر واكثر يا رب العالمين. هذاك خرفان، هذه هذه هوشه انواع اشكال، المتابعين اغلبهم يمكن مدمنين على هالامور. قولوا تبارك الرحمن، قولوا ما شاء الله. هذه غنم، هاي مال بنتي فاطمه. وش عاد هذه انواعها؟ اشكالها غريبه وعجيبه. هذا النوع ونا باكستاني، شفتوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. انتوا تبيعوا حلال؟ اي يوم عندنا. باش تقولي لهم الانواع اللي عندك؟ عندي باكستانيه، عندي صلاليه، اوكي، وعندي عربيه. تبيعي؟ لا لا ما ام سالم ما تبيع بشكل عام، لكن اللي حاب ياخذ من عندها عسبه انه يهجن او يغير بالنسل يلعب بالنسل تبايعهم يعني، ما عندش مشكله. لا والله. وام سالم تقول انه يسكن عندهم العسل لكن ما يطلع، يجي العسل ويسو ويشرب العسل ويروح بعد وما حد يطلع له. ام سالم تعرفي بالطب الشعبي، تعرفي بالادويه مال اليابل، كونش مال الابواب، ويشوفوا اليهال والشالين، شوفوا الشالين الصغاريه. تشوفوا الاطفال كيف عايشين بين الحيوانات، الحين لو تسالوا الجيل هذا ما يعرفوا وش الحيوانات هذه، شوفوا كيف يلعبوا اليهال تبارك الرحمن. تعرف اليعدة والحرمل والصخبر وش بعد و انت تحضر لي يابل؟ اصير احيانا الحين تعبانه والله. خلاص الله يعطيك الصحه والعافيه. بتراويني العزبه؟ هذا الدياي، الدياي انا ما احب الدياي. ريحتهم يا جماعة الخير، هي ما تبيع بيضة دياي بس توزع، اللي يبى بيضة هي عندها بيضة بلاد. الله يبارك لك فيه يا رب العالمين. هذا الدياي ترى مال البلاد، هي توزع البيض ما تبيع، فاللي حاب ياخذ. انا عقب بحط لكم رقمها، اللي يبى بيض اللي يبى ذبايح. هذا شو؟ نغال. نغال هذا نغال، يسموه نغال، نوعه اسمه نغال. ما شاء الله. خضتنا جولة طيبة صراحة بالمكان، حرمة طيبة وحليلة، الله يعطيها الصحة والعافية. تباكم تشوفوا العزبة، تشوفوا حياتهم كيف، الله يعطيها الصحة والعافية. قاعدة تاخذنا لفة في المكان كامل، هذا كله هي بس تبى تعرفكم انتوا يا المتابعين. شوفوا اخونا البادي عيبوا هذا الفحل الباكستاني، على طولك البادي، البادي على طولك ما شاء الله، حجمه بحجم البقرة الصغيرة ما شاء الله تبارك، راسه عود بعد يشرب ماء. وينك؟ وين انتاجه؟ من هذيلا؟ على 2000 البيطري مال قربتان، والحمد لله يعني. لا هذه من يوم ما جبتها من عند نسيبي هذا جايبتها، شوف كيف يعني. يا جماعة الخير ترى هذه حياة الأوليين، الحياة البسيطة العفوية بين الحيوانات والدبش والزراعة والنخل واليبال، وأهل هالمنطقة ترى كلهم شي عايشين حياة بسيطة
وحياة جدا عفوية، وحتى لو تلاحظ اليهال متعودين على المكان والحيوانات وعلى ال هذا هو جبنا والبالنا ما شاء الله. بس احنا هنا الله يعينك ان شاء الله. هم واحد عمي من عيالها متوفين توفى عني بعد الله نفس الشيء يرحمهم كلهم بدين يوم الجمعه سبحان الله. الله الساعه 3 الفجر وهذا بعد اخوه توفى يوم الجمعه الساعه 3 العصر سبحان الله. لا اله الا الله يعني كلهم تاريخ 4 بدين كم هذاك أراويكم أحد أنواع الماعز اللي معروف قديما عندهم من أيام البدو. هذا يسموه الحو. الحو الحو اسمه الحو. تعي تعي مسالم هذا النوع يعتبر من السلالة العريقة الأصلية لل مال سمعت مال أول هذا الحو. تعي 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 زقري زقري ايش تراوي المتابعين كيف تنادي عليهم؟ أقول لهم تعالوا تعالوا نادي عليهم خليني أشوف تعالوا تعالوا ما بيو يخافوا يوم عندي حد عندي يخاف. طبعا هذه أم سالم الله يعطيها الصحة والعافية خذتنا جولة بهذه العزبة كان وش عندهم اثناثر وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم هذه عزبتها من فوق عندها أكثر من 30 سنة هالعزبة مثل ما هي الله يبارك لها يطرح لها البركة فيها يا رب. أتمنى استفدتوا اليوم. أتوقع ما كانت فيها وايد معلومات لكن شفتوا الحياة البسيطة الأولية والحياة اللي ما زالوا بعضهم للحين محافظين عليها. شوفوا شو يسوي ذا. وأنا أشكر مسالم على دعوتها لي وجولتها اللي خذتنا في المكان صراحة كانت جولة طيبة وأهم شيء تمشينا بين الحيوانات. طبعا هذا ضيافة أم سالم الله يعطيها الصحة والعافية قاعدة طيبة تشرح الصدر. الشحة بطلة بشوف شو داخل. شوف هذا خبز الأرقاق هذا خبز البلاد يأكلوا بالسمن والبيض والجبن. أزيدكم من الشعر بيت بعد أم سالم تبيع السمن. هذا سمن البلاد ريحته طيبة صراحة. أنا ما أسوي دعاية بس كلمة حق تقال. عندهم البقر والثيران. الثيران يوم شافوني هاجوا ما أدري شو السالفة. المهم هذا السمن اللي حاب يطلب أنا حطيت لكم رقم أم سالم. فهلا هلا شيء مميز قاعدة تسوي لنا أم سالم قاعدة تطبخ لنا دياي مال البلاد على الحطب. فأنا بطلع مشوار وبرجع عليها بعد ساعة براويكم الطبخة. تتوقع بينطحني الحين بسوي لكم تغطية حصرية للصيد الحلوايو. توها مصيودة هذا الحلوايو خاصة الحين بدأ موسمها. شوفوا معاي هذه الحلوايو توها ضاغينها. طبعا التريبات قاعدة تشحن في البحر. طبعا هذه تم بغيها في البحر شوفوا هذا الحين واصلة من البحر توهم ضاغينها. مثل ما ذكرت لكم هذا ضغوتها تكون في البحر داخل البحر. هذه الحلوايو هذا ويانا الوالد بخراب. شو هذا السمكة؟ أباك تخبر المتابعين عندي شو سالفة هذه السمكة؟ حلوايو حلوايو هذا ناكلها؟ الحين أنت في اليوم هذا كم تربي تبيع أنتو بشكل عام؟ اليوم إنه هو يا ما شاء الله اليوم أول اليوم أول موسم أول موسم هذا سمعتوا اليوم هذا أول بلا البحر شو كيف هي تطلع؟ تطلع يوم يحر البحر تطلع ايه؟ يوم البحر بارد ما تطلع. أها الحين الخيط راح البحر يحر هذه ضغوتها تكون في البحر صح؟ ضغوتها تكون في البحر. هذه غير عن السمك. بعد الحلوايو ردينا لأم سالم لأن هي ستطبخ. الحين براويكم الطبخة اللي قاعدة تسويها لنا. عاد شوفوا بالقيمات بالعسل مال البلاد عسل. الحين سايرين ويا أم سالم شوفوا القدر مالها وشو مسوية لنا جاية بلاد. بسم الله الرحمن الرحيم اوب 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 شوفوا هذا فريد البلاد ما شاء الله ريحته طيبة طبخ على الحطب يعطيها العافية والله جزاها الله خير. ويا جماعة ترى سووا ببالكم والله العظيم هذا دعوة خاصة كانت منها وكانت تباني بس أزورها لا في شيء مقابل هذا ولا هم يحسنون. وللأمانة
كان هدفها فقط انكم تشوفوا حياتهم البسيطة وتتعرفوا على منطقتهم، تتعرفوا على عزبتهم. فيعطيها العافية، الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين، والله يلبس ثوب الصحة يا رب. تعالي نور. كالعادة هذا تكريم بسيط منه لأم سالم لحسن كرمها وضيافتها لنا، مع أنه شيء بسيط لكن طبعاً يعطيك العافية أم سالم، صراحة تشرفنا نحن بزيارتنا لكم، ويعطيك العافية وكفيتي ووفيتي، وأتمنى الكل استفاد من